السلام خوتي وعشيوك على مقاطع بارك على طويت. ويلكم باك لنا فيديو. في هذا الفيديو جبت لكم واحد الحلقه اللي زوينه بزاف الدراري. غادي نبارطاجي معكم واحد خمسه ديال لي بروجي. هاد لي بروجي هادو غادي يجيبوا لك واحد الانكم وزيرو مجهود، ما خصك دير والو وفور فري مجانا 100%. قبل ما نبداو في هذا الفيديو هذا بغيت نقول لكم ما تنساش لايك كومونتير دعموا لنا الفيديو باش الفيديو يطلع. وكذلك بغيت نقول لكم بالله في الديسكريبسيون راه كاين واحد تيليجرام. هذاك تيليجرام هذاك مع غادي نوصلوا 100 ممبر، يلا عاد صاوبتوا مع غادي نوصلوا 100 ممبر غادي نبداو كنبارطاجيو فيه لي بروجي اللي صغار وما محتاجش انك دير عليهم فيديو ولا، غادي نبقاو نبارطاجيوهم في داك التيليجرام هذاك. كلشي يدخل لداك التيليجرام هذاك وما تنساش جيم وما تنساش كومونتير ديالك وخلينا مع الفيديو. اول بروجي اللي جبت لكم الدراري انا ديجا هضرت عليه، هذا البروجي هذا الدراري اللي مازال ما دخلوش ولا اللي مازال ما تايقش فيه راه بروجي زوين. الارباح راهم 100% تقدر تخرجهم 100% تقدر تخرج الارباح ديالك. الكوينه ديالهم كاينه في باينانس للدراري اللي باغي يصيفطوا لباينانس. الدراري اللي خايفين من الفيز في وسط هذا البروجي هذا راه الفيز ماشي ديال الايثيريوم ماينت، ماشي ديال دوك اللي غاليين. راه الفيز هنايا كيكونوا 16 سنت. الا جينا هنايا بحال مثلا باش نجرب انا ديجا راني صيفطت واحد شويه غير تيست الويدراول. هما عندي هنايا هاد الاربيتيريوم لهنايا هاد الكوينه ديالهم هنايا. الا بغيت نصيفط هاد الكوينه ريت نديرو حنايا كاع غادي ناجوتيو الكوينه حداكم دابا باش نجربو. الا بغيت ندير سان وتشوفوا بلي الفيز راه رخيصه بزاف الدراري اللي خايفين من الفيز. امبورت توكن طينا الكونترا ها هما خرجوا لنا هنايا الاي ار بي. امبورت توكن ها هما عندنا فيها عندنا هنايا 88. هاد 88 الدراري راه بزيرو مجهود، راه في نهار واحد قدرت نجيبها وبمجهودي الشخصي الدراري، راه ماشي بالريفيرال غير انا خدام هنايا بهاد في هاد البروجي هذا وراه كنخرج. واليوم ان شاء الله غادي نخرج تقريبا واحد 50 سنت. دراري البلان ديال الابغريد هنايا ما تبقاوش تعكزوا عليه، ديروا الابغريد. اللي ما جاش الابغريد هنايا يبقى يعاود يبوستي تويتر، صوبوا شي تويتر غير ديال هذا يعني تويتر اللي تقدر تسبامي به وبقى غير تعاود 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 تيعطيك. بحال مثلا انايا في ساعه دركي غادي نجيب 0.12 من هذه العمله هذه 0.12 اللي هي نورمالمون غادي تجيني شي 13 سنت ولا هادشي في ساعه وحده. 13 سنت في ساعه في الانترنت فري وبزيرو مجهود راه شي حاجه اللي ما تلقاهاش في كاع البلايص. المهم نكملوا البلان ديال الويدراول كما قلت لكم. الى هنايا جيت وبغيت ندير سان نديروا اي كونترا اي ادريس فوالا. هنا راه معطيني 32 سنت. 32 سنت راه بزاف، نقدر فيري لايكلي ان 15 سنت. هذه الا بغيت الفلوس ديالي يوصلوا فواحد السرعه اللي فائقه بزاف. انا ما محتاجش لديك الدرجه نقدر نهودها حتى 16 سنت وراهم الفلوس ديالي غادي يفوتوا ايزي بيزي 100%. في 37 دقيقه غادي نكليمي. الدراري اللي شاكين بانني كنخدم بالريفيرال، الدراري الريفيرال ما عندي فيه والو، هذا كونت ديالي غير انا كنتيستي وكنجي نبارطاجي معكم. زيرو ريفيرال زيرو كلشي. كاين البروجي زاوج الدراري وبروجي زوين بزاف وانا عاجبني. اللي عجبني في البروجي هو انه مع كتدخل كيعطيوك واحد 2 دولار اللي تقدر تخدم بها، 2 دولار مجانا وتقدر تسحبها بصح ما غاديش تقدر تسحبها دركي. بصح ديك 2 دولار هذيك راه كتبقى كتكون مستاكي عندك هنايا وكتخلص عليها. اللي عجبني في هذا البروجي هذا هو انه باش كتكونفيرمي الكونت ديالك خاص هما كيصيفطوا لك اليو اس دي تي، فهمتوا؟ داكشي اوتوماتيك سيف زوين بزاف. غير واش هي باش تاخذ هاد الجوج دولار الدراري خاص يكون عندك كونت في باينانس. غادي نخلي لكم حتى اللي بغى يصاوب كونت في باينانس يدخل لي غادي يكون في الديسكريبسيون. باش تاخذ ديك جوج دولار كتحط هنايا غير الادريس ووليت ديالك، يعني داكشي ثقه ما تخاف من والو، غير الادريس ووليت ديالك وراه كيصيفطوا لك واحد شويه ديال اليو اس دي تي وكيقولوا لك شحال صيفطنا لك بالضبط. كتعطيهم داك الرقم هذاك وكيقولوا وكيكونفيرميو لك الكونت ديالك وكيعطيوك 2 دولار 2 دولار ايزي بيزي. والشيء الاخر اللي كيجي من بعد راه انت ما كتضربش فيه كاع تماره، كيبقاو يعطيوك 15 من الكوينه ديالهم ديلي ما كتضربش فيها كاع تماره، كتبقى بوحدها غير خرج انت طفي البيسي دير اللي بغيت ما كاينش فيها غرام ديال المشكل وغادي يوصلوك الكوينات ديالك. نمشيو للبروجي الثالث اللي حتى هو هضرنا عليه غير واش هي الدراري ما عجبهمش انه الانكوم قليل. الصراحه الدراري هنايا الانكوم في هذا البروجي هذا قليل جدا قليل جدا، غير واش هو الانكوم كيبقى حقيقي ومزيان. جبت لكم واحد استراتيجي اللي ممكن ديروها الدراري اللي هو تخدموا بالريفيرال ديال راسكم. غادي تجي لهنايا الكونت ديالك غادي تصاوب كونت المين كونت ديالك وغادي تبقى تصاوب كونتات تحت داك المين كونت ديالك بالريفيرال كود ديالك. واش غادي دير؟ غادي تمشي تبقى تسبيندي ديك 100000 الكوينه اللي كيعطوها لك في الاولى تسبينديها وكتبقى تكليمي. مين كتبقى تكليمي بلا كونت الاخرين الريفيرال كود ديالك هنايا راه كيبقى ياخذ معاك، المين اكونت ديالك كيبقى ياخذ معاك وهذاك الربح كيتلم لك في المين اكونت وكتجيب. انا دابا راه عندي هنايا بهاد الاستراتيجي هذه اللي راني نقول لكم الدراري انا ما كنخدمش بالريفيرال. هاد الخمسه ديال لي بروجي اللي راهم هنايا
ما خدامش بهم نهائيا في الريفيرال، الريفيرال مخليه في الكونت ديالي المي. استراتيجي خدامه غير واش هي هاد $2 بقى شريت. صراحه خدات لنا واحد الوقت بزاف، تقريبا واحد سيمانه ولا اكثر، باش يلا قدرنا نجيبو هاد 2.24. لذلك الدراري اللي عندهم الوقت واللي باغيين يسبامي واللي ما خدامش اللي ما قاريش يلعب بحال هكا وباغي يسبامي، ممكن دير هاد الاستراتيجي ديالي وجرب. الا صدقت لك هذيك جاتك صعيبه والفلوس ديالها ماشي لديك الدرجه زوينه، خلي عليك ما كاينش مشكل، نفوتو للبروجي الرابع. هاد البروجي هذا الدراري عجبني بزاف لحقاش في الساعة كتجيب منه التيريكس، واخا داكشي ماشي بزاف. دابا راه عندي انايا هنايا جوج تيريكس اللي هي نورمالمون غادي تكون واحد 12 سنت ولا هاد جوج ديال التيريكس هادي راني جايبها في تقريبا واحد 16 ساعه بحال هكا. في 24 ساعه المينيموم اللي غادي نجيبوه قيله هو 3 تيريكس. نورمالمون 3 تيريكس بزاف ديال الناس غادي تجيهم قليله، غير واش هي انت ما كدير والو، تفكر بالله انت ما كدير والو، راه كتصاوب كونط هنايا وكتخليه وغادي يجيك الانكوم ديال $6. هنا راهم حاسبيننا هاد الجي اش ديالنا شحال غادي يجيب، غادي في التالي عطينا $6.13. الدراري اللي باغيين يزيدوا ويطلعوا الانكوم ديالهم راه كتجي لهنايا وكتجي لهاد البونيسز اللي كاينه هنايا، انا درتها جوج مرات. راه كتجي هنايا وكدير غير بونص وكيعطيوك بونيس كل 6 سوايع، كل 6 سوايع تجي لهنايا، وراه غادي يعطيوك من 1 حتى 10 جي اش تزيدها في الانكوم ديالك وتخليها هنايا. المينيموم ديال السحب اللي كاين هنايا اللي هو 96 من تي ار اكس، ضروري خصك 96 تي ار اكس باش تقدر تسحب الفلوس ديالك. لذلك جربوا نتوما، خليو غبر عليه واحد 10 ايام 15 يوم بحال هكا، وغادي تولي وغادي تلقى عندك واحد الفلوس اللي زوينه تاخذها تخرجها وانت رابح. نجيو للبروجي التالي واللي هو اتس تو جود تو بي ثرو. الدراري ما انا الصراحه شويه ما تايقش في هذا البروجي هذا، غير واش هي نجربوه نخليوه هنا. انا بغيت نبارطاجيه معكم لحقاش غادي ياخذ لي مده باش نتاكد 100% واش غادي نقدر نودراو لي الفلوس ديالي ولا لا. بصح الدراري تانتوما جربوه، دخلوا هنايا وخليوه. هذا البروجي هذا راه غادي تجي وغادي تصاوب كونط فيه، من بعد ما تصاوب كونط غادي تدخل ودير هنايا، غادي يخرجوا لك هذا اكسكلوسيف باونتي بروغرام، غادي دير هنايا كليم $30. نورمالمون كيعطيوك $30 فور فري، كتجي لهنايا البونيسز كدير ريسيف بونس. من بعد ما كدير ريسيف بونس كيقول لك كونفيرمي لنا الايميل ديالك ولا المهم غادي تطلبهم منك شي حوايج، غادي دير دوك الحوايج هادوك اللي طلبوهم منك وغادي تجي دير ريسيف بونس هنايا. غادي يقول لك بونس ريسيف، من بعد غادي تجي لهنايا انفست ناو وغادي يعطيوك $30 اللي اللايت بلان اللي تقدر ديرو. هذا البلان هذا الدراري الربح فيه راه كيوصل حتى ل $24. $24 الا كنت نتايا مخلص $30. حنايا في هذه الحاله هذه كلشي ربح ب $30 ب $54. اللي عجبني في هذا البروجي هذا وخلاني انني نبارطاجيه معكم هو انه ما كتضربش فيه تماره، فهمت؟ راه كتجي كدير هاد الحوايج اللي قلت لك وكتخليه كتسمح فيه كتغبر عليه واحد السيمانه ولا، راه غادي تولي وغادي تلقى الفلوس ديالك هنايا. المينيموم ديال الويدراو اللي كاين هنايا اللي هو $10، ضروري خصك $10 باش تويدراو لي الفلوس ديالك. ولكن الدراري راه زيرو تماره، راه كيما قلت لكم كتصاوب كونط وكتسمح فيه باش تصاوب كونط، راه غادي تاخذ لك تقريبا واحد 5 دقائق ولا. نتمنى الدراري انكم ما تعكزوش على هاد الصوالح هادو. جابت هي هذيك خابت، دوز بالك حيد ونمشيو للبروجيات اللي 100% غادي نخرجوا منهم الفلوس. كيما قلت لكم الدراري هاد البروجي هذا انا كننصح به جدا، هذا سواب ريوم، دخلوا هاد الدراري واستافدوا منه. وبصحة لاي واحد اللي استافد من هاد البروجي هذا واي واحد اللي كيقنع بلي صوم القليله، غادي نحسب معاكم هاد البروجيات هادو اللي انايا راني مخليهم هنايا شحال ممكن ندخل منهم. نحسبوا الدراري شحال في 10 ايام غادي تدخلهم هاد لي بروجي هادو، لحقاش 10 ايام هي واحد المده اللي ممكن تجمع فيها في هاد لي بروجي هادو. غادي نديروا هو البروجي اللي هو هذا الدراري الا ما دخلتوش منه المينيموم واحد كوينه من هاد الكوينات ديالو في النهار، راكمش كتضربوا تمارا الدراري. عندكم هنايا 1.25 0.125 راها في ساعه واحده، يعني الا ضربتها في 10 ديال السوايع وانت كتكليمي راه كتجي كتدخل 5 دقائق كتكليمي وكتخرج، ممكن ديرها في التليفون ديالك ممكن ديرها فين ما بغيت. الا درتها 10 ديال المرات غادي تجيك واحد كوينه من هاد الكوينات هادو. هنا حنا نهضروا في الافريج، لحقاش ممكن طيح فيك بالابجريد اكثر من هكا، اكثر من 1.25، وبطبيعه الحال ممكن طيح فيك قل اللي هي 8 بحال هكا 0.08. المهم حنا نديروا الافريج اللي هي واحد كوين من هادي تجيبها في النهار. هاد الواحد كوين غادي نديروها ب 1.14 نضربوها في 10 ايام غادي تعطينا $11.4. غير من هنايا غادي نجيبوا $11.4. عندك هنايا في هاد البروجي هذا $2 ديالهم، زيد عليها هاد الفلوس هادو اللي كيعطيوهم لنا هما هاد الكوينات هادو. نديرو حنايا في الافريج من هاد البروجي هذا زعما بلحقاش الانكوم ديالو غادي يكون قليل، غادي نديرو نعطيولو نجيبو $3 من هاد البروجي زائد
$3 من هذا البروجي هذا راني عاطي له المينيموم اللي ممكن يعطيه هذا الدراري بالسبام كما قلت لكم وبالريفيرال كود ديالكم الى سباميتو راه ممكن تجيبوا هاد $2 هذه في سيمانه حنا نحسبوها غير $2 في سيمانه في 10 ايام $2 في 10 ايام نديروا بلاص جوج في 10 ايام نزيدوا لها هذه هذه قلنا 3 تي ار اكس في النهار 3 في 10 اللي هي 30 الا جينا هنايا ودرنا 30 تي ار اكس غتعطينا $2 تاع هذه غير من هذا السيت هذا نزيدوا على هذا البروجي هذا اللي في 10 ايام ان شاء الله غادي يعطينا 1 في كل نهار غادي يعطينا 1.4 من الكوين ديالو اللي هي 4% من $30 الا ضربناها في 10 1.4 غادي تجينا $14 $14 بلس $14 غادي تجينا $32 في 10 ايام $32 في 10 ايام ممكن شي ناس تجيهم قليله راه في الشهر تقريبا $100 $100 راه 100000 في الشهر ممكن تجيكم قليله ولكن الدراري ما كتضربوش تما راه ماشي كتبقى تسبامي مثلا ولا كتلعب النهار كامل ولا راه كتدخل كل ساعه ممكن في المدرسه الا كان عندك التليفون راه تدخل تكليمي كاينين شي بروجيات اللي غير صاوب كونط وسمح فيهم كاينين البروجيات اللي قلت لكم ممكن خصكم تضربوا تما بحال هذا لحقاش الانكوم فيه قليل ولكن تقدروا تستغناو على هذا البروجي هذا وتخدموا غير بهادو اللي زيرو مجهول وتجيبوا $32 في 10 ايام ايزي بيزي ما كتضربش فيها زيرو تماره كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انكم تدعموا الفيديو بلايك كومونتير وكذلك تدخلوا للتليجرام جروب ديالنا باش نبقاو نبارطاجيو تما نضرب لكم واحد حق اخر ان شاء الله الدراري الدريات بيس.